عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا شباب؟ اليوم جات لكم فيديو جديد وحلقة جديدة من ماينكرافت. اليوم شباب شيء مختلف، اليوم شيء عجيب. اليوم راح نعلمكم شلون الطيون بماينكرافت. بس انا بس خلي اتاكد مسويها على بيسفول. هم لا يبزعون الوحوش، ايه مسويها على بيسفول، ممتاز. وهسه خلينا نسوي نفسنا سيرفايفل. هذا صار سيرفايفل ولك ان شباب. الشباب داخلين وياي، بس اعتقد راح احاول مودوان على مود اجيب العصا، لان العصا هي اللي راح تخلينا نطير. هسه يا وين ها نحتاج هاي العصا، نحتاج في التطوير. واحنا نخد شو له احنا هختار اني حرف الا وينه، هو هنا نفس العصا اللي لقيناها هنا نختار ريدت. هسه خلينا نجيب انفل على مود هاي. اولا هسه خلي لازم نخلي العصا هنا والتطوير هنا يطلع ان العصا مطوره. بس شباب باع ما راح نقدر نطير الا فوق معينه، نحتاج الدنيا تصير مطر. بس قبل ما نسوي هالدنيا مطر، همين اكو شغله ثانيه نقدر نسويها بهاي العصا. تعالوا هسه باعوا احنا مو هنا حنروح بهذا المسبح. باع شو راح تسوي؟ هذا اللي بالماي، خلي هذا يسوي كل هسه. احنا جاهزين على مود نسوي هالدنيا مطر. اولا نخليها على هذا واللي هي المطر. تسوون هيك سووا هيك الكتابة. نقول لها يا ان لحظة خلي يمكن هسه you
سهم واحد راح نجاوب. إذا صارت معناتها يعني معناتها راح تنجح الفرقة. بس خلينا نسوي هذي، خلينا نسويها جيموت صفر يعني موت نعرف ويات السهم الواحد. او ماي جاد شباب طلع صدق باعوا الباعه ما حلو السهم وباعوا شباب. انا عندي بس سهم واحد، بس خليني نمسح الكتابه. باعوا شباب انا عندي بس سهم واحد، وفرت لها هاي التطويره السهم صار السهم الواحد ما داير شيء أصلي. حتى ما تخاف. وأنا أقول لكم هاي تطيح. أنا عندي هاي خوت الجولد بها هاي التطيح. هاي التطيح فايدتها إذا قعد ما تنكسر أبد. وطبعا هذا الشيء الحلو. وبيها فقلت النمسي خلي أبقيها أحسن بعد هاي خطي معينة. هسه خلينا نهوي جيموت صفر، نسويها جيموت كيفت. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو يا شباب، أتمنى يعجبكم الفيديو ولا تنسوا خلينا ننزع الدوع عمي قبل هسه انتهينا من الفيديو يا شباب. اتمنى يعجبكم الفيديو ولا تنسوا اللايك والاشتراك والسبسكرايب والمشاهدات على مود نوصل 9 ملايين اذا قدرت 9 ملايين من اللايكات هذا اذا قدرت. ومع السلامة يا شباب، مع السلامة.